اخذ مكالمه من الاخت فريال من المملكه المتحده. اهلا وسهلا اخت فريال. الو اخ نزار، سلام ونعمه المسيح معك، الرب يباركك ويبارك خدمتك ويباركك. شكرا. اخ نزار، للاسف الشديد كثير من الناس اللي من خلفيات اخرى غير مسيحيه يعتقدون ان الحريه في المسيح هي استباحه كل شيء. لكن الحريه في المسيح هي انه خلاصنا، المسيح هو المخلص، انه خلاصنا غير مقيد لا بشرائع ولا قوانين ولا اعمال صالحه او قواعد، لكن الخلاص هي عطيه من الله، عطيه مجانيه ونعمه من الله. وانه الانسان قبل ما يتحرر بالرب يسوع المسيح كان سيده الشيطان وتحت سياده الخطيئه، لكن بعد ما تحرر نشكر الرب اصبح تحت المسيح، تحت سلطان المسيح، مثل ما قريت حضرتك الآية، تعرفون الحق والحق يحرركم، والحق هو الرب يسوع المسيح له كل المجد. فإذا الحرية في المسيحية هي ليس استباحة كل شيء. وفي رسالة بولس الرسول إلى روم، إلى أهل رومية الإصحاح 8 عدد 1، يقول الوحي الإلهي: إذا لا شيء من الدينونة على الذين هم في المسيح يسوع، السالكين ليس حسب الجسد وأهواء الجسد وشهوات الجسد، لكن حسب الروح. فالرب حررنا من الخطيئة وأعطانا الخلاص، ونشكر هذا الإله العظيم، ونصلي أن الجميع يعرفون الرب، يعرفون الحق، والحق يحررهم ويغير حياتهم. شكرا أخ نزار، والرب يباركك. شكرا كثير، شكرا، ربنا يباركك أخت فريال، ربنا يكون معك على التشجيع.